ولدت البنت عندها 14 عام، هي اللي تغرضت الاغتصاب من طرف الاب ديالها. و مش انا نهار الخميس ما كنتش في الدار، كنت عند العدوزه ديالي، مشى الاب ديالها جابها من المدرسه، كتقرا هي وخوها في الاعدادي، كيخرجوا كيدخلوا في كيقراو في نفس القسم. البنت هزها والولد ما هزوش، قال لي لا انت سير على رجليك. تقدمي السمية ديالك وتهضري على بنتك وتهضري على العمر ديالها، شحال عندك ديال الوليدات معاه، شحال انت مزوجه به، وكيفاش وقع المشكل؟ السلام عليكم، انا سمية مراد، كنت مزوجه بهذا السيد، ساكنه في ولاد زيان جماعه مالي الواد. هاد السيد السيدي عندي معاه 4 الوليدات، و الوليدات كيقراو، كاين الوليدات البنت والولد. البنت عندها 14 عام، هي اللي تغرضت الاغتصاب من طرف الاب ديالها. و مش انا نهار الخميس ما كنتش في الدار، كنت عند العدوزه ديالي، مشى الاب ديالها جابها من المدرسه، كتقرا هي وخوها في الاعدادي، كيخرجوا كيدخلوا في كيقراو في نفس القسم. البنت هزها والولد ما هزوش، قال لي لا انت سير على رجليك. هو اش كان عنده؟ هو اش كان عنده طوموبيل؟ عندنا طوموبيل، عنده طوموبيل، شاري طوموبيل، دا مع الولد اللي عنده 5 سنين، ومشى جاب البنت، جابها للدار. الدار خاويه ما فيها حتى شي واحد، انا اللي في الدار ما كايناش، عند الام ديالو عارفني ما كايناش، مستغل الفرصه بانه انا راه ما كايناش. مشى جاب البنت للدار واغتصبها، قال لها حيدي حويجك دخلي للبيت حيدي حويجك. دخلت البنت كتخاف منه، هز عليها موس، دخلت للبيت حيدات حويجها اغتصبها. انا ملي مشيت للدار لقيت الدريه مغيره، فهمتي، باكيه وعينيها حمراء، داكشي قلت لها علاش ما جيتيش عندي، انا عارفاني عند امك، علاش ما جيتيش عندي؟ قالت لي ماما راه ما جيتش. ملي هو يجي يجري هو قال لي لا راه انا اللي ما خليتهاش تمشي، راه جات مريضه دارها راسها ما خليتهاش تمشي. ملي دخلت البيت نعس لقيت البنت جامعة حويجه في سامسونيت، قلت لها مريم علاش جامعة حويجك بنتي في هذه؟ وهي تقول لي ماما من بعد نقول لك، ما نقولش لك دابا، من بعد نقول لك لانه هو كاين. ملي خرجت انا برا جات عندي البنت، قالت لي ماما راه اغتصبني، بديت كنغوت وضربت في خادي. قالت لي ماما سكتي حالف عليا بالقتل، يعني قال لي الا قلتي هذه الهضره نقتلك. صافي سكت ما قلت حتى شي حاجه، قلت لها نديك ندوز لك. قالت لي ماما الصباح انا غنفيق نمشي للمدرسه وتوصلوا عليا وديني لعند الطبيب دوزي ليا. صافي داكشي اللي وقع، مشيت انا للمدرسه الصباح، مشيت للمدرسه هزيت البنت، كريت طاكسي هزيت البنت ديتها عند الطب عام في السبت، دوزت ليها قالت لي شوفي راه ما يمكنش ليا نقيد لك شي ورقه ولا داك. قلت لها انا بغيت غير نعرف بنتي، قالت لي صافي راه بنتك راه مغتصبه وباقا جديده باقا بالدم ديالها. صافي تلفت تما، تلفت ما عرفتش شنو غندير، يعني كنت غنمشي نديكلاري تما في بن سليمان، هما عندهم الناس عندهم التدخلات وداك الشيء، ما عرفتي حرت ما حيت ديجا في مده عام وقع لي نفس المشكل، ولكن ما غير قال له هبطي سروالك هبطاتو شويه، قال له صافي طلعي. مشيت بغيت نديكلاري بيه وداك الشيء، صافي دخلوا الناس وملي ديت البنت دوزت ليها لقيتها باقا بنت وهذا. صافي ما صافي قلت اللهم اصبر على حساب وليداتي، عندي مع 4 الوليدات، قلت نصبر على حساب وليداتي ما عندي ما ندير. صافي تاب السيد ولا كيصلي ولا رجع كيخرج وليداتو كيديهم فين بغاو يشري لهم اللي بغاو. وانا كنطلب حق بنتي، حق بنتي اللي عندها 14 عام تغتصبات، مشات لها دابا مدرستها، مشات لها حياتها، مشات لها مشى لها المستقبل ديالها مشى ليها. كيفاش الحاله النفسيه ديال البنت؟ البنت اخويا ما كتنعش ليا بالليل، البنت ما كتنعش ليا بالليل، لدرجه لانه ولد اختي ولات كتشوفو لابس واحد التريكو بحال التريكو اللي كيلبس هو، ولات كتشوفو كتغوص، كتقول يا ماما تخلعت كيسحب لي هو وجهها. ما كتنعش ليا بالليل، كتبات الليل كامل وهي كتخلع. تفاصيل كيفاش اغتصبها من دخلت البيت، شنو وقع بيناتهم؟ انا ما على ما قالت لي البنت، قالت لي دخل البيت قال ليها حيدي حويجك كلهم، حيدات حويجها كلهم، قال لها نعسي فوق الناموسيه، نعسات فوق الناموسيه واغتصبها. يعني واش تحديد كان هذا شي حاجه؟ هز الموس، هز عليها الموس، هز عليها يعني تهديد نفسي. هز عليها التهديد. هو مريض نفساني؟ لا ما عنده حتى شي مرض، عادي بالعكس، كيجيب لنا اللي بغينا، كيخرجنا، كيدينا فين بغينا، كيتعامل مع الناس، عنده طوموبيل خدام بها، كيدير الكورسات وداك الشيء، كيتعامل مع الناس مزيان بالعكس، ما عنده حتى شي مرض، ما عنده، ما كيداوي حتى على شي، ما كيشرب حتى شي دواء، ما عادي، انسان عادي. عمرو سبق ليه دار شي حاجه بحالك مع بنتك من قبل؟ مده عام، ولكن ماشي غير قال لها هبطي سروالك هبطاتو شويه، قال لها صافي طلعي. ملي قالت لي البنت مشيت ديك الساعه بغيت نديكلاري بيه وهذا، ودخلوا الناس،
صافي انا راهيت قلت لي انه عندي ربعه الوليدات ما عنديش فين غنديهم، فهمتي ما عنديش شكون عايز لي ربعه الوليدات. ملي ديت البنت دوزت لها القيصه باقا بنت، قلت صافي اللهم وتحسن ولا كيصلي ولا يصوم. تحسن واش كان عنده شي مشكل؟ ما عنده حتى شي مشكل، بالعكس عادي انسان عايش عادي، ما عنده حتى شي حاجه. ما عنده كيفاش ردت الفعل ديالو ملي ملي كيوقع شي حاجه بحال هكا وكنتي كتواجهيه؟ شنو كتكون ردت الفعل ديالو؟ انا ملي واجهته اول مره لمده عام ودار البنت هذا الشيء، ملي كنقول ليه درتي واش درتي، كيقول لي لا انا ما درت حتى شي حاجه ما درتها، انا ما درتش. يعني كينكر؟ اه كينكر، قال لي انا ما درت حتى شي حاجه ما درتها. يعني ما تعانيش بشي خلل يعني كيدير الحاجه وينكر ما عندوش شي خلل؟ لا 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 الا هذا الشيء ما عندوش شي خلل، بالعكس انسان عادي وكيتعامل مع الناس مزيان، عيش مزيان، ما زعما ما عنده حتى شي مرض، ما عنده حتى شي حاجه. دابا الامور فين وصلت؟ دابا الامور في هو في الاعتقال، راه متاقلينو و المهم راه غدا في غدا مزيان الامور، غدا مزيان. كنطالب من القضاء يكمل معايا هاد هاد المعصيه. كيفاش تم الاعتقال ديالو هنا في المدينه؟ جاو هما جاو هو وجاو عائلته غير باش يدخلو، باش قالك حكا غير ندير معاه طلاق اتفاقي وهادي. المهم اللي جاو لهنا انا ما فهمتي، ما صبرتش على حق بنتي، بديت كنتناقش انا وياه، دايزن صحاب الامن دخلوا شافونا كنتعاوتوا داكشي، قالوا لي هادشي، قلت لهم راه شنو شنو شنو، صافي شدو هو دابا مشدود هنا في بني ملال. راه في الاعتقال دابا؟ اه في الاعتقال هو دابا. وباقي ما تمش الطلاق بيناتكم نتوما؟ لا لا باقي ما كاينش شي طلاق. لا وشنو باش كطالبي؟ كنطالب بحق بنتي، ما نسمحش بحق بنتي. بحالاش حق بنتك؟ حق بنتي ما نسمحش بحق بنتي. بنتي ضاعت لها مدرستها، عندها 14 عام مشات ليها مدرستها، مشات ليها مستقبلها، دابا ما تقراش فهمتي، ولات كتخاف ما كتقدرش تخرج، ما كتقدرش المدرسه ما تقدرش تمشي ليها. واش كطالبي انه يكون يعني العقوبه قاسيه ولا؟ اه عقوبه، اه عقوبه قاسيه، اه يعني حق بنتك تيكون حق بنتي. اه تعويض؟ لا كنطالب لا تعويض لا والو، كنطالب بحق بنتي، ما باغا لا تعويض اخويا لا والو. انا عندي ربعه الوليدات دابا صبحت مليوحه في الشارع، انا قادره نخدم ونكبر هذوك الوليدات، نخدم عليهم ونكبرهم، وهو هو يتعتقل اعتقال. السلام عليكم، انا هي البنت اللي اغتصبت من طرف الاب ديالها. انا هي البنت اللي اغتصبت من طرف الاب ديالها. مسا واحد النهار نهار الخميس، عارفنا كنخرجوا مع الجوج، مسا قدام المدرسه وبقيت تسنى في ناس بصلاه الجوج. خرجت انا والاخ ديالي حيت كنقراو في نفس الكليه في نفس القسم، خرجت انا وياه، انا قال لي طلعي وخويا قال لي سير على رجليك نتايا. صافي طلعت كان مع خويا اللي عنده 5 سنين كان معاه في الطوموبيل، طلعت معاه كنا غادا في الطريق، ما قال لي والو، ما هضر معايا ما والو. مشينا للدار صافي قال لي سيري دخلي، دخلت مع دخلت للدار، مشى عند الاخ ديالي الصغير قال لي اجي تنشعلك التلفازه، شعل لي التلفازه وغطاه، عطاه التليفون ديالو بقى كيلعب بيه، وجا عندي انا قال لي حيدي حوايجك. ملي مبغيتش نحيد حوايجي قال لي مشى هز الموس وقال لي تحيدي حوايجك بزاز ولا بخاطر ديالك تحيديهم. صافي مع كان هز الموس صافي حيدت حوايجي، حتى هو مشى حيد حوايجو صافي طلع عندي واغتصبني، وكنت كنغوج وكنطلب فيه، ما كاين حتى شي واحد اللي عاد يعتقني تما، وكان الدنيا خاويه، ما كانت للام ديالي لا مرت عمي لا حتى واحد. من بعد شنو وقع؟ صافي اغتصبني، وملي اغتصبني قال لي الا قلتي شي حاجه لماما غادي نقتلك. صافي وانا بقى كيقلب على واحد الجنويه كبيره ديال الحواله، بغى يقتلني بها قبل ما تجي ماما ونعاود ليها شي حاجه. ملي ما لقاهاش خرج برا بقى كيقلب، انا صافي جمعت حوايجي، صافي مع جمعت حوايجي وغطيتهم، جات جات من الام ديالي باش كتقول لي علاش ما جيتيش عندي انت، ما الفا كتجي عندي ديما، علاش ما جيتيش اليوم؟ قلت لها لا غير درني راسي، وقال لي بابا صافي بلا ما تمشي راك دارك راسك غير بقى. صافي وي دخلت البيت لقات حوايجي، هي تقول لي علاش جمع حوايجك واش بغات تهربي ولا شناهو؟ قلت لها لا راه، قلت لها متل من بعد ونقول لك. صافي خرجت برا وهي تبعاتني، بقات كتسول فيا، قلت لها راه الاب ديالي اغتصبني وتكرفس عليا. صافي صافي وي بدات غواش، بقيت كنطلب فيها كنقول لها لا عافاك ما تغوتيش، علاش ما كتغوتي عقشنا كاملين؟ حيت قال لي ما تقولي والو. صافي وي تقول لي تغدى واش نمشي ندوز لك؟ قلت لها اه صافي، بغيت دوزي ليا دوزي ليا. صافي قالت لي تغدى سير للمدرسه، انا عندي نتبعك وديك ندوز لك. الغد لي مشيت للمدرسه وهي جات عندي هي والاخ الاخ ديالي اللي عنده 5 سنين، وصافي داتني للمدرسه، داتني للسبيطار، دوزات ليا صافي لقاتني تختصبت. قاش انا وقع المشكل ما كنتش كيحس بانه راه ما خاصش باعتبار بان كي راه بنته.
لا كنت كنطلب فيه وكنقول لي عافاك انا بنتك، نقول لي لا انت ماشي بنتي وانا ماشي باباك. باش كطالبي دابا؟ كنطالب بالحق ديالي. الحق ديالك بحالاش؟ كما دار لي تا هو، كما طرا ليا كما تعدى عليا تا هو يطرا لي كيف ما دار ليا.